كل سنه والاهلاويه طيبين، دايما ما بنقلاش عن النادي الاهلي في المطبات او في الازمات، عارفين ان الاهلي بيقدر انه يقوم، وعارفين ان هو بيحول تحديات لانجازات. هقول ان الماضي والحاضر والمستقبل مفيش اي تغيير، لان النادي الاهلي دي موروثات بتحافظ عليها دلوقتي في الحاضر، بتحافظ على موروثات الماضي وبتنقلها لاجيال جايه عشان تحافظ عليها في المستقبل. النادي الاهلي انكار ذات، ما حدش بيقول انا ابدا، لازم تقول الاهلي الاول. عمل جماعي، ودي مؤسسة معروفة جدا من أنجح المؤسسات في مصر في الوطن العربي وفي أفريقيا، لأن كل واحد عارف دوره، عشان كده العمل الجماعي مهم قوي. كل واحد ما بيقربش من اقتصاد تاني، بيرضى بالاتفاق اللي بيتفق عليه مع النادي الأهلي، لأنه مبسوط أنه بينتمي للنادي الأهلي. كعضو في النادي، كلاعب من مدرسة الكورة لغاية لما بطلت ورجعت تاني، اشتغلت في النادي الأهلي كعضو، كمدير قطاع الناشئين، وكمدير للبطولات اللي الأهلي بينظمها، كمحب، كعاشق للأهلي، كبيت بعيش فيه. ما كناش بنعيش التدريب أو الماتش في الناشئين في النادي، لا، احنا كنا بنعيش اليوم كله من الصبح لغاية ما بالليل. أفكرك إن أنا وخالد مرتجي وإحنا أطفال صغيرين، والفريق مرتجي هو رئيس النادي، وبنلعب في ملعب الهاندبول النور والع لغاية ما النور يطفي علينا. معانا خالد درندلي، معانا هشام سليم، كنا بنقعد نلعب في النادي لغاية ما يطفي النور. فإنك تروح من النادي ده بيبقى عقاب، يعني انت بتتعاقب عشان هتمشي، لان تروح البيت، ما انا في البيت. النادي بيمثل جزء رئيسي، عشان كده انا حاولت احافظ على واحده من الموروثات اللي احنا تربينا عليها، هي فريق الشمس. وبنتمي لفريق الشمس، باجي حد وتات وخميس نلعب كوره كقدامى او اعضاء، ودي من موروثات الاهلي من الستينات. يعني اللي انشا أنيس بيه عطية، أنشأ فريق الشمس، لغاية دلوقتي فيه فريق الشمس، وأنا وصلت إن أنا نائب فريق الشمس، وحبقى إن شاء الله رئيس فريق الشمس، وبعد كده يجي ورايا، نفضل مكملين. هو ده النادي الأهلي، هو ده يعني إيه النادي الأهلي. النادي الأهلي قيم ومبادئه مبنية على احترام القانون واللوائح، ومش هيتغير الموضوع ده، لأن من غير احترام قانون ولوائح، عشان كده لما يقولوا الاهلي قوي، قوي باحترام، قوي بالتزام، انه هو لما يبقى فيه لائحه هو ملتزم بيها، لما يبقى فيه قانون هو ملتزم بيه. الذكريات هتاخد وقت طويل قوي، سواء في الناشئين، لان مر علينا كمان مدربين للناشئين، كابتن هاني مصطفى، كابتن احمد ماهر، مدربين كتير دربونا، اتعلمنا، وده كان الجزء المهم قوي اللي افتكره، ان انت بتتعلم. وقطاع الناشئين كان للتعليم اكتر منه لإحراز بطولات. التعليم بيفيدك بقى لما توصل فلسطين، تتعلم المهارات الاساسيه، تتعلم اخلاقيات النادي الاهلي، تتعلم المركز الاول يعني ايه، تبقى المركز الاول يعني ايه، تلعب على المركز الاول يعني ايه، تبقى نمره واحد. اتربينا على ده، احنا لو بنلعب كوتشينه ولا طاوله بنزعل لو اتغلبنا. وبالتالي دي من المبادئ اللي النادي الاهلي بيحطها، الجزء الاخلاقي اولا، ثم اللعب على المركز الاول. الذكريات اهمها على مدار التاريخ هو يوم الجمعه، وبالذات واحنا ناشئين، نخلص ماتش هنا مثلا الساعه 10 الصبح، الساعه 1 الظهر، تخلص الماتش وتطلع على ملعب الهاندبول عشان نتفرج على جيل من العمالقه وقتها، حسن مصطفى، الأليوبي، اسماء كتيره جدا، نتفرج عليهم علشان نتفرج على الخناقه اللي بعد الماتش. ليه؟ لان دايما في الهاندبول الجيل ده كان فيه اتنين حراس مرمى الله يرحمه، عبد العزيز توفيق ومسعد عباس، دول شرسين جدا، لو اتعادلت يبقى الدنيا هتتقلب. فكان يبقى فيه استفزاز،
فنستنى هل هيبقى في خناقه ولا لا، لو في خناقه نقعد نتفرج. بس عاده يعني ده بيبقى قليل يعني. نخلص الماتش هاندبول نطلع غدا، وبعدين نتغدى في النادي، وبعدين نطلع على حمام السباحه عشان نتفرج على ماتش ووتر بولو. ماتش ووتر بولو كان الاهلي والجزيره، الاهلي واليابلس. دي برضو من الماتشات اللي ايه، انت عارف الووتر بولو خناقات تحت الميه، وبعدين تلاقي بوكس وتلاقي ده عادي جدا في اللعبه دي يعني. فاحنا نطلع نتفرج، عايزين نشوف الاهلي هيكسب وهنشوف كام بوكس ولا ايه كده يعني. وبعد كده تكمل اليوم بقى لغايه ما النادي يقفل وتروح. فده دي ذكريات ما تتنسيش لينا كيوم جمعه. من اهم الذكريات اللي بنعيشها او عشناها هي السفر لافريقيا، سواء مع النادي او مع المنتخب، لان كان بيبقى فيه متعه في المباريات الافريقيه. وكان حظنا وحش قوي 81 لما الاهلي انسحب بسبب موت السادات. كنا هنكمل في البطوله دي، وكنا جيل قوي جدا، لان جيل السبعينات زائد جيل الثمانينات، فكنا جيل قوي جدا على مدار كل الثمانينات. خدنا بطولات كتيره قوي، 7-8 بطولات في العشر سنين حققنا فيهم يعني كم من الانجازات كان له تاثير على المنتخب، لان المنتخب في الوقت ده 84 لما رحنا ساحل العاج خدنا مركز رابع، 86 هنا في مصر خدناه. فدي كانت فتره مهمه قوي، فتره الثمانينات في الكوره، لان الاهلي والزمالك والمقاولين كانوا بياخدوا بطولات افريقيا، وده كان له تاثير على المنتخب. انك 84 قدرت ترجع تاني تخش مربع ذهبي، 86 خدت البطوله، 90 رحت كاس عالم. فمن هنا الفتره بتبقى فتره مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي اللي احنا عشناه. فعشان كده تلاقي دايما اي واحد لعب 4-5 سنين مثلا في الاهلي معاه كم بطولات، لعبنا 10 سنين معانا بطولات كتيره جدا، سواء مع النادي او مع المنتخب. فده ده شيء بيسعدنا جدا كذكريات يعني. ماشي زكريا، وده من اللعيبه الناشئين، ويلعبها وانتو مع خطيب وشوت صوتك جامده حلوه حلوه، هدف جميل. مختار ماشي اتلعب لزكريا وصوت من جامده، أسامة عرابي رجله اليمين وتشد وتوصل لطارق خليل ويرفع عند مرمور، هدف زكريا ناصر. هو الجول، الجول الأول للنادي الأهلي بعد مضي حوالي 7 دقائق. وعلى طول بدماغه زكريا ناصر، الجول الثاني للنادي الأهلي. مختار ماشي بتلعب لزكريا ناصر من رجله مين جاب ده؟ الهاتريك في فترة الثمانينات 3 مرات، مرة محلية كانت في الدوري العام ضد الأولمبي سنة 83 في اسكندرية، كسبنا 6-0 وأنا جبت 3 جوال. 85 أفريقيا مع كانون ياوندي كسبنا 5-0 وأنا جبت 3. مع منتخب مصر 86 قبل البطولة الأفريقية مع النمسا كسبنا 7-0 وانا جبت 3 جوال. اللي عايز اقف عنده هو هاتريك 83 مع الاولمبي، لان قبليها انا كنت عامل عمليه رباط صليبي في لندن، وقتها كان صعب قوي الاصابات في الركبه ان اللاعب يرجع تاني. الحقيقه النادي الاهلي لما بعتني لندن كان اي حد اصابته، ودي نقطه هقف عندها علشان بيتقال ان الاهلي بيرمي اولاده، انا بقول لا، الاهلي بيحافظ على اولاده وبيصبر على اولاده، والنادي الاهلي مع التقويم دايما مش مع البتر. النادي الاهلي الدكتور قال 6 شهور، بعد 6 شهور رجعت العب تاني، كان ممكن ما يقيدنيش وقتها. انما كتير زي امثله زي سافرت وتعالجت ورجعت وكملت تاني. النادي الاهلي حتى مع التقويم الاخلاقي برضه بيبقى مع التقويم، مش بس في الكوره، في اي لعبه بيقف شويه يدي فرصه واثنين وثلاثه للتقويم الاخلاقي، مش مع البتر اللي يغلط غلطه يتقطع رقبته، لا الاهلي مش كده، لان الاهلي عنده جزء تربوي وده جزء بيحافظ عليه، الا اذا فشل مع حد من اللي حوله معاهم
سواء إصابة أو جانب أخلاقي. فالثلاثة هاتريك دول بفتكرهم دايما. الهاتريك الإفريقي كانون ياوندي كان من أقوى الفرق في أفريقيا. أنت عارف في الثمانينات ما كانش فيه احتراف في أوروبا للعيبة الأفارقة، فكانت الأندية الأفريقية قوية جدا. كانون ياوندي كاميروني كان من الفرق القوية جدا، يعني ممكن يبقى أقوى مننا أو زينا. إن إحنا كسبوا 5 في مصر دي كانت نتيجة مهمة جدا وحلوة جدا. بما ان قلت هاتريك، في جول انا ما اقدرش انساه قدام ليفنتس النيجيري 84 لما خدنا البطولة الافريقية، وانا الماتش كسبناه 2-0 هنا، وانا جبت الجول الثاني وكنت احتياطي، وكابتن جوهري قال لي انت هتنزل في اي وقت هتجيب جول. فنزلت حوالي نص ساعة كنا 0-0، مجدي عبد الغني جاب الجول الاول وانا جبت الثاني. فروحنا ليفنتس النيجيري ده اتغلبنا 1 فرجعنا بالكاس. فطبعا الجول بالنسبه لي ما يتنسيش، يعني لان جول جاب بطوله افريقيه، دي من الاجوال المهمه. كانون ياوندي لعبناهم تاني فاينل افريقيا وكسبنا 1-0 هنا واتغلبنا 1-0 هناك، فلعبنا ضربه جزاء وانا كنت واحد من اللي جابوا الاجوال، فرجعنا برضو بالبطولة. بتبقى أصعب قوي إنك تجيب البطولة من بره مصر، لأن ضغوط وجو وملاعب كانت وحشة قوي والتحكيم كان وحش قوي، يعني والسفر كان صعب جدا. أنت ممكن تركب 3 طيارات عشان تروح مكان بينك وبينه 6 ساعات دلوقتي، يعني إنما ما كانش فيه طيران. المعاناة كانت كبيرة قوي. ومن هنا عايز أقف عند حتة علشان دي بقى ممكن تبقى رسالة للأجيال اللي جاية. المعاناة بتبقى هي الدافع، هي المطور. التحدي بيبقى هو الحافز ليك. الصعوبات بتبقى هي المحرك للإنجازات والبطولات. من غير ده مش هتقدر تحقق. فعشان كده بيبقى مطلوب دايما ان انت يبقى عندك في سماتك الشخصية ان انت بتنتمي للأهلي، انك تتحمل، ان انت تضحي، ان انت تصبر، ان انت تستغني عن بعض المغريات، تستغني عن بعض المكاسب البسيطة في مقابل انك هتاخد ده والتاريخ هيكتب لك ده. عشان كده اللي بيجي من بره بياخد وقت شوية، من الصعب بيخش يلاقي فيه سيستم بيخش فيه، بس هو شطارته اذا هو يقدر يتأقلم بسرعة ويفهم مفاتيح النادي الاهلي موجودة فين، يقوم يقدر يخش بسرعة، أو هياخد وقت أو مش هيقدر خالص. فهي دي الرسالة، إن أنت تيجي تنسى نفسك خالص وتفكر في إن أنت بعد 10 سنين هيتقال عليك إيه، بعد 20 سنة هيتقال عليك إيه، بعد 50 سنة هيتقال عليك إيه. شعار الأهلي فوق الجميع موجود وهيفضل موجود، لأنه بيحتاج بس حاجة إن هو يتفهم كويس، إن مش مهم اللي بره يفهمه، المهم اللي جوه يفهمه ويفهمه كويس او يفهم المعنى الحقيقي ليه. سواء انت بقى عضو في النادي، انت مشجع، سواء انت عضو موظف في النادي بتشتغل في النادي، هو سهل على فكره انك تفهمه. وانا قلت ده قبل كده دايما، انك تنسى انت مين وتفتكر بس الشعار ده، تفتكر الاسم ده، تفتكر ال انك بتعمل ده ليه، سواء بقى بتشتغل بتشجع، لان هو بيديلك اللي انت عاوزه. بمجرد ما تقول ان الاهلي الاول، الاهلي الاول، يعني انا هقعد اشجع الاهلي وهو مغلوب، اقول لهم ما تغبوش عن الاهلي، ارتبطوا بيه على قد ما تقدروا في وقتكم، دعموا الاداره اللي بتدير في اي وقت، طالما انتوا اللي اخترتوهم، طالما انتوا شايفين ان هم بيعملوا باخلاص دعموهم. ومش غلط ان انتوا تخشوا الاوضه وتقولوا رايكم، ده متاح جدا، لان اعضاء النادي فاهمه قوي يعني ايه النادي الاهلي، عارفين النادي الاهلي بيدار ازاي، مفيش ازمه، مفيش حاجز بين العضو واللي بيدير، تقدر تروح تقول له رايك. الرياضيين اقول لهم لو بتلعبوا كملوا لغايه اخر وقت مش قادرين بدنيا، يبقى خلاص
سيب الجيل اللي بعدك هيكمل. الرياضيين القدام اقول لهم دايما حافظوا على اللي اتعلمتوه، اللي تربيتوا عليه، دافعوا عنه على قد ما تقدروا، سواء في قعده مع اصحابك او في اعلام، او دافع عن الاهلي بالحق بالقانون باللوائح. عايز تقول رايك الحر قوله برضو، ده جزء. انما اوعى اوعى، وده تحذير، اوعى تاخد الامور بشكل شخصي، لان هنا بيحصل خروج عن الطريق، انك بتاخد موضوع معين لسبب معين مع شخص معين، ده بيفقدك قيمتك كابن من ابناء النادي الاهلي، تربيت فيه وبتنتمي ليه. ما تاخدش الموضوع شخصي خالص، خد الموضوع بموضوعيه، بواقعيه، بايجابيه، ده بيفيد مش بيضر. الرساله للعيبه في مختلف الالعاب، بمجرد ما اسمك بيتأيد في اتحاد اللعبة اللي بتلعبها باسم النادي الأهلي، هنا لازم تروح واقف كده قصاد المراية تقول أنا لاعب في النادي الأهلي. لاعب في النادي الأهلي يساوي حاجات كتيرة، يساوي إنك إزاي تتعلم من الأكبر منك، إزاي تحترم الأكبر منك، إزاي تحترم المنافس، إزاي تحترم الحكم، إزاي تحترم الجمهور اللي بيشجعك، وتحترم جمهور المنافس كمان. دي أخلاقيات تتعلمناها ولازم نقولها لأولادنا. النادي الأهلي في كلمة أهليولوجي. أهليولوجي ده زي إيجيبتولوجي كده، علم المصريات، ده علم الأهلويات. فأنا بلخصه في أهليولوجي، وبين قوسين موروثات يتم الحفاظ عليها ويتم توريثها للأجيال القادمة. ليه جول عظيم بصراحه كابتن زكريا ناصف في مرمى نادي الزمالك، جون حلو قوي بصراحه، اما شفته في التقرير جول اكثر من رائع. لكن